اوكي، لكن عم نعملهم باللام بي، غلبطنا فيهم نحن. هم احنا لان اي، حنرجع نعيدهم. اوبس اوبس اوبس. طيب ماشي، هذا دكتور سؤال بس، ما هي اتفضل. مش وصلت على الراوتر؟ ما هي حطوه لأنه وصلت على الراوتر. ايه، بعرف بعرف، فينا من دونه يعني، هذا اللي فينا من دونه. اوكي، خلينا نرجع نجرب على التست. هون بجيب باكيت من هون، بحطها من هون لهون، سكسسفول، ماشي حاله. اوكي، هي عملت سكسسفول من اي لبي، عملت سكسسفول. بجي مسج من هون، بعملها من هون لهون، عملت سكسسفول. بجيب مسج من هون للراوتر، سكسسفول. مسج مثلا من هون للراوتر، سكسسفول. اوكي، هلا مسج من هون لهون، مش حاله. طيب من هون لهون، دكتور بدنا ننزل هونيك لنشوف شو عم يصير، بعدنا عم نشوف الأول داتا. فيلد، فيلد، كله فيلد. اعطينا فيلد على الراوتر، هنرجع نعيد. وين الفيلد؟ هذا المسج من هون للراوتر، للراوتر سكسسفول. للراوتر الثاني مسج من هون لهون، بس اسالها فيل. طيب اعطينا فيل من هون لهون، يعني عندنا مشكله بهالوصله. بس هون نجي على الراوتر نتاكد الاي بيات محطوطين صح، على الميلتين سيريال محطوط صح، وهون الاي بي في شيء غلط. هون في شيء غلط، 225 غلط، في شيء غلط هون. مش معقول يطلع، نتأكد بس. الراوتر 201 202، 225. اوكي، والثاني اوكي. طيب الثاني ما له، هذا الراوتر الثاني ما له سيريال 201. طيب معناتها نوع الكاب، بدنا نغير نوع الكاب. اوكي، نوع الكاب بنحط الدي تي اي بين السيريال والسيريال، بس خلينا نتأكد راح الاي بيات لا بعض بعض. خلينا هلا نعمل تيست من هون، ونعمل من الاي لهذا الراوتر، وننزل لتحت فيل. من هون لهون بعده فيل، من الراوتر للراوتر بعده فيل. اوكي، على السيريال اوف، نرجع اون، نجي لهون على السيريال اوف، نرجع اون لنشوف الطريقة. بعده فيل، هيدي هون بعدها فيل. طيب ثانية، خليكم معي لنشوف هون شو عاملين. ما بيخلينا نشتغل، هيدا ما بيخلينا نشتغل، مقفلينه. هذا امتحان تعملوه تاست، تاخذوا عليه دغري عليه،
نعطيك ان جيفن هو جاوب الاسئله على جيفن نتورك، يعني هنو بالسيسكو هلا هو اللي جيفن الكون جيفن اوكي ممنوع تفوتوا عليهم، هن مبرمجين خالصين على الاي بيات وتجاوبوا على الاسئله ومعكم وقت، هون في وقت وتخلصوا اوكي في وقت وتعمل كومبليشن، بس تخلص بيفتح النتورك، فهيدي مقفله ليفتح النتورك، فقال له تشيك ريزلت من بعد ما تخلصوا انكمبليت اوكي انكمبليت مش خالصه طبيعي مش خالصه، ف هي هيدا مثل لاب تعملوه هو اللي ناقصين تعبوهم انتو اوكي مش فينا نحطه حده، هذا نفس الهومورك اللي اخذناه، هو الهومورك نفسه، الهومورك نفسه صحيح نفس الهومورك، هذا الهومورك نفسه اعطيتكم اياه، هو اللي ناقصين بس اعطيتكم جيفن انتو انتو حسب النتورك اللي شايفينها هون تحللوا الاي بيات اوكي كيف طلعوا الاي بيات اوكي، بس هون الفكره بدك تشوف الكونكشن بين هون وهون بس الدي سي اي او دي تي اي، هي عندنا يعني مشكله بهالكونكشن مش عم يخلينا هون، بدي اقول له فينيش بدي انهي بدي احاول انهي لاقدر فوت لهون، مش عم يخليني فوت لشوف شو الكونفيجريشن عامل هون، طيب خلينا نرجع نشوف غيرها اوكي، المشكلة عنا اياها هون، طيب فينا هلا نعالجها بطريقة تانية، حط ديليت اوكي نجي نحط كروس كيبل اول شيء نضويهم نضوي هالتالتة نضويها نضوي النتورك التالتة هون نيجي لهون بنضوي النتورك التالتة وساعات صار فينا نحط كروس كيبل كمان ما ضوي الاكزوري تنشوف الاكزوري غريبة ما ضوت غريبة غريبة شو عم بصير غريب ماشي اوكي تنعمل تست من هون لهون فيلت من هون لهون بعدها فيلت لانه مش حاطين اي بيات بعد، بس هذا الاكزوري فاست كانت 3 دواء أفضل أوكي هذا الجاتوي تبعته مقلون جيت واي هن المفروض يشوفوا بعض يفترض يشوفوا بعض، طب خلينا نشوف مسج من هون لهون سكسسفول اه عطى سكسسفول الكونكشن هون عطى سكسسفول اوكي لكن من هون لهون عطى سكسسفول اوكي لكن المشكلة وين؟ المشكلة الراوتينج جوا الراوتينج جوا بدنا ننقي له شو نوع الراوتينج، هون في شيء اسمه بالراوتينج ستاتيك راوتينج او ار اي بي، ننقي له راوتينج اللي يعمل راوتينج نعطيه راوتينج هون اوكي
طيب هنعمل ستاتيك بايدنا. اوكي هنعمل ستاتيك بايدنا. شوف هون وصلوا الباكج، هرجع اعيد شو صار بين هيدي السيريال وبين هون، شايفين بعض. نجي لهون بنعمل مسج هون لهون عم بيعطينا سكسسفول. اوكي اعطى سكسسفول. المشكلة عم تكون بين هيدا البارت وهيدا البارت، بين هيدا البارت وهيدا البارت. فالراوتينج ما عم يعمل راوتينج بين هون وهون. فبينما بين هيدي اللان وهيدي اللان عم بيعمل راوتينج. يعني إذا جينا حطينا المسج هون لهون نجي لتحت سكسسفول. اوكي؟ وبقول لنا السورس من وين؟ اوكي خلينا نشوفها هيك. خلينا نشوفها هيك. اوكي؟ هون بقول لنا من وين لوين؟ source destination. بقول لنا source destination successful should know what type ISMP message عم نبعث message وكذا كذا. اوكي؟ طيب يعني هرجع عيد. اذا جيت انا حطيت من A ل B، من A ل B هيعطينا من A ل B successful. خلصنا. نرجع نقول من A للراوتر اكيد حيعطينا successful. من ال A ل customer router. هلا بين كاستمر راوتر والاي اس بي راوتر عطى عطى، المشكلة عم تعلق بين الاي والاي اس بي راوتر. اذا جينا لهون من الاي للاي اس بي راوتر اعطينا فيلد. من بي سي اي للاي اس بي راوتر بلكي في بي سي اي غلط، حتى نشوف الاي الديفولت جيت واي 0101 هيدا هون 01 صح. طيب البي 0126 على ال 65 هون طرفه لازم يكون ثاني 65 صح. هول شايفين بعض شايفين بعض. بعد في الرابطه بين هون وهون، من هون وهون ما عم بيطلع، من هون هم عم بيطلع. ففي شيء اسمه، في شيء اسمه راوتينج. في ار اي بي راوتينج بنعمل له اد، له طريقه ثانيه انفاليد اي بي. اوكي حنعطيه، خلينا نعمل ستاتيك، حنعطيه الاي بي هون والنكست ستيب وين. يعني بايدنا حنعمل شيء اسمه راوتنج تيبل يربط الراوتر من هالميله لهالميله، من هون لهون. فالنتورك هو الاي بي اللي حنعطيه في نكست هوب لوين رايح، بنقول له نحن لوين بدك تروح، بنقول له لوين بدك تروح. فاللي حنعمله حنحط الاي بي تبع هيدا تبع اول سيريال بالستاتيك، السب نت تبعته 255252 ويروح نكست هوب نكست راوتر يعني على ال1 على ال1 ونقول له اد. عملنا اي بي راوت من هون لهون على ال1، عملنا له اد، نزل هون اي بي راوت. ليتر اون بشابتر 8 حناخذها، بالموديل 8 حناخذها. اوكي بس لنعمل تاست هلا. يفترض ربطنا هيدي بهيدي، يفترض تمشي من الـ A لهون ما مشيت، من الـ A لهون ما مشيت. طيب نرجع نفوت على static على الـ IP نعطيه subnet. اوكي وهيدا نعطيه subnet. نعطيهم الاثنين مع بعض تنشوف بس شو بصير. غريبة غريبة غريبة. طيب طيب خلص حتى ما نضيع وقت كثير، بكره بشوفكم يا اخي. نسيبها انا، هسيبها هون لاب 9 وبشوفكم يا ونشوفها ليه عم تعمل هيك.
اوكي. هلا الفكره هون لحالها ماشي، هون لحالها ماشي، تتاكد بين السيرفر وهون سكسسفول، بين السيرفر وهون سكسسفول، بس هي العلقه هون، والحسن له بين هون وهون سكسسفول، وبين هون وهون كمان سكسسفول. الظهره الرابطه الراوتنج من هون لهون، والراوتنج من هون لهون، في شغله صغيره بعد ناقصه، بكره بقول لكم عنها. اوكي خليني احركش فيها وشوفها شو هي. اوكي طيب هلا حنكفي سبنات سلاش 16. ريفيجن سريع، اول شيء سلاش 16 هو كلاس بي، تتذكروا سلاش 16 يعني كلاس بي، اذا تتذكروا مثل كلاس بي. اول 2 بايت بكونوا نتورك، والثاني 2 بايت بكونوا للهوست، تذكرون يعني بتكون 255 255 00، ال 16 بتكون 00. جينا هون على سبنتنج، استعرضنا عملنا بورو 1 بت من الهوست وعملناها للنتورك للان 1 بت، صارت اسمها 17 لانه صار هون عندنا 8 و8 و1، صاروا 17 وانز، فعلى 17 معناتها 17 وانز. صار في عندنا هون 15 بيتس للهوست، اوكي 15 بيتس للهوست. فال 15 بيتس للهوست هن عددهم 2 باور 15، بيطلع هذا الرقم، بيطلع هذا الرقم، اوكي 2 باور 15 بيطلع هذا الرقم، 2 باور 15 بيطلع هذا الرقم. هلا بما انه صار نحن 1 بت هون، 1 بت عملنا بورو، فنمبر اوف سب مات شو بتكون؟ 2 باور 1 يعني 2. اوكي 1 بت استعرضنا 1 بت من الهوست حطيناه بالنتورك، هيدي سلاش 17، ف 1 بت معناتها 2 باور 1 2 سب نت عندنا بهيدي النتورك، عندنا 2 سب نت. شو هن ال 2 سب نت؟ بدل ما يكون 255 255 00 هو كلاس سي، سوري كلاس بي، اوكي هون صار سلاش 17. ال 1 صفار اذا بنجي بنحسبهم شو هي 128 128. ففي عندنا اول نتورك هون 255 255 128 0، اوكي والنتورك الثاني شو هي النتورك الثاني؟ تكون 2 سب نت. اوكي فالاي بيات بتوزعوا فوق حسب الاي بي فوق. اوكي هلا في اكزامبل ثاني ناخذهم بعد. هلا سلاش 18 جينا استعملنا 2 بتس من الهوست، هون 16 زائد 2 صاروا 18. هلا 11 صفار بيطلع رقمه 192، 11 صفار 192. بما انه استعملنا بورو 2 بتس 2 باور 2 بيطلع 4 سب نت، فهيدي تعطينا 4 سب نت. هلا بنشوف شو هن بعدين 4 سب نت بالاي بي، بالاي بي. هلا بقي هوست 14 14 بيتس للهوست، ف 2 باور 14 بيطلع هذا الرقم. سلاش 19 بنستعير 3 بيتس، اذا عملنا 3 بيتس وزيروز بيطلع 2 تو 4 هون، هذا الرقم 2 تو 4، هذا الرقم 2 تو 4 و 3 بتس عم نستعير 2 باور 3 8 سب نت، وعندنا هون 2 باور 13 بيطلع معنا هذا الرقم. اوكي واضح شو عم نحكي؟ الو الو سامعيني؟ واضح شو عم بحكي؟ ايه واضح. واضحين عم نستعير، عم نستعير هلا هون 20 عم نستعير 4 5 6 7 8 8 زائد 16 بيطلع 24 and so on. لاحظوا هون لما استعملنا 8 كلها صارت على سلاش 24، صارت مثل كلاس سي، صارت 255 255 255.0، وكأنه رجعت كلاس سي، ثبتنا هيدي. هلا على سلاش 25 صارنا 1 بت من الهوست لهون، اوكي فصارت 128 هذه الرصه هون، اوكي كسبنات.
هلا هون عدد السبنات قد ايه؟ هون عدد السبنات قد ايه؟ 512. كيف طلعت 512؟ كيف تطلع 512 هون؟ 2 باور من عند كم بيتس هون؟ اوكي 2 باور 9. هون كم وحده قطع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 زائد 16 25. اوكي لان هي بالاساس كلاس بي، نحن بنشتغل على كلاس 16، هي بالاساس كلاس بي وعم نطلع فيها بسبنتين. اوكي هذه هي زائد تعيدينا هلا لو عم نشتغل فيها 172.16.0.0/16 هذا كلاس بي. كلاس بي عم نطلع عم نستعير الهوست عم نعملها اي دي، عم نعمل بورو كل هوست عم نعملها اي دي. هون بيطلع الارقام كم نمبر اوف سبنت عندنا. استعرنا وحده عندنا 2 باور 1 2 سبنت، استعرنا 2 عندنا 2 باور 2 4 سبنت اند سو اون. على طول اخر 2 ما بنستعمل، ما فينا نستعير اخر 2. اخر 2 يعني 2 باور 2 هوست بيطلع 4 ناقص 2 البرودكاست والاي دي بيطلع اونلي بين 2 راوترز هون. اوكي ف last 2 bits cannot be borrowed، اخر 2 bits ما فينا نستعير منهم. example هون create 100 subnet with slash 16. هون عم هذا السؤال بدنا 100 subnet. 100 subnet شو اقرب شيء لها لل 100 لل 100 to power قد ايه لتصير 100؟ اذا بنشوف هون to power قد ايه لل to power 7 او to power 6. to power 6 64، to power 7 128. اوكي فحنستعير هون الفكره لنطلع 100 سبنات لازم نستعير اكثر من ال 100، فحنستعير 7 بيتس اللي بيطلع 128 سبنات، فحنوصل لهون 7 بيتس، فحنعمل بورو 7 بيتس. 7 زائد 16 بصير 23، يعني حنعمل سلاش 23 لنحقق هيدا الشيء انه نخلق 100 سبنات على 16 سلاش. وضحت الفكره؟ وضحت؟ طيب هلا اذا بدنا 1000 سبنت على سلاش 8، سلاش 8 بلشنا كلاس A يعني 10000، كان عندنا الاي بي ادرس هو 10000 على 8. اوكي فعندنا الاي بي ادرس سبنت النتورك ادرس خلص 0 هي النتورك ادرس على 8، على 8 معناتها بتشبه كلاس A يعني 1 بايت هي للنتورك و3 بايت مثل هون و3 بايت هي للهوست. فاذا انا بدي اعمل 1000 سبنات تو باور قد ايه يعطينا 1000؟ تو باور 10 فبدي تصير 10، ف10 اوريدي انا 8 صار لنا 18 هون فرح نصير 10. اوكي وضحت الفكره شو عم بحكي؟ هيك بصير عندنا 1000 سبنات هون تو باور 10 عندنا 1000 سبنات هي 1024 فغطتها. واضح شو حكيت؟ ايه طيب ننطق على غير. يلا نجي هلا هون سبنات برايفت فيرسز بابليك سبيس. اوكي عندنا برايفت اي بي فيرسز بابليك اي بي. برايفت اي بي مثل ما حكينا هي فيرتشوال اي بي اللي هي لوكال اي بي منه بيطلع على الانترنت. البابليك اي بي هو بيطلع على الانترنت. اذا بنطلع بهالنتورك اللي هون عندنا شركه انتربرايز هي شركه عندها انترنت، هيدا هو اللان هون انترنت هون انترنت، وعندها شيء زون اسمه ديميليتريز زون دي ام زي. دي ام زي زون او دي ام زد زون هو اسمه ديميليتريز يعني زون منزوع السلاح، هي كلمه عسكريه هون. دي ام زي هي هون زون منزوع السلاح. شو يعني منزوع السلاح؟ هيدا الزون بينعمل هذا الزون اسمه دي ام زي، بكون فيه هذا الزون بابليك اي بي
بقلب الراوتر مبرمج انه الاي بيات او حدا اجى الهاكر لهون ما في فوت لهذا النتورك، بينما النتورك اللان فيها تطلع على هذا النتورك. اوكي، فاذا اجى اتاك هاكر من برا على الانترنت عاملين فاير وول هون، الهاكر او حيال حدا ما في فوت على البرايفت لان. هيدي برايفت لان اللي هي فيها فيك اي بيز، ما فيها بابليك اي بيز، ما فيها ريل اي بيز، هي الموظفين وغيرها 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 وغيرها. في انترنال سيرفر في اكسترنال سيرفر، فالانترنال سيرفر جواتها محمي بفاير وول من الانترنت. طيب هلا مثل الويب سايتات الاي كوميرس مثل علي بابا، علي اكسبرس، امازون وغيرهم وغيرهم وغيرهم. طيب ما اليوزر بده يفوت على السيرفر مشان ينقي بضاعه، فهون بيضطروا يعملوا كلونينج لهيدا الهارد ديسك، لهيدا السيرفر يلي هي اسمها اس كيو ال ريبليكيشن، انه في داتابيز عم تعمل باك اب على هيدا الزون، بتبرمج هذا كمان له سبنت ضمن السبنتينج. اوكي، ضمن الفاير وول معرف انه الانترنت يوزر اللي بيجي على الانترنت بفوت هون، ما في فوت هون، بفوت هون بس. هيدا اللي هون السيرفر اللي هون او السيرفرات اللي هون هن كلونينج عن السيرفر اللي جوا. اوكي، هيدا بزت لهيدا، مش هيدا بزت لهيدا. اوكي، في حال صار في اتاك او فيروس او وات ايفر، الفيروس ما بفوت على البرايفت لان، الفيروس ضل على الان بالبابليك لان، او اي اتاك بيصير بالبابليك لان. فهذا الزون بسموه دي ام زد زون. اوكي، هو عاده between the public internet and private network. اوكي، بس هذه معلومه زدناها هون ما كانوا شرحين. هذا عم بعيد حكي نفسه، عم نرجع نعيد حكي نفسه على 25 26 حكي نفسه. اوكي، نجي لهون كيف وزع الاي بي هون. Example هون. In this example, corporate headquarters has been allocated a public network address. Public network address under real IP of 172.16.0.0.22. من 22 كم بتسبق للهوست؟ 10. لأنه هي كلها 32. هي كل الـ IP address هي 32. في 22 هي subnet للنتورك اي دي 22 وانز، بقي 10 زيروز، يعني بقي 10 هوست بيتس هون. بقي 10، 8 من اخر بايت هون، وفي 2 اخذهم من ثالث بايت. ففي 2 من ثالث بايت وفي 8 من اخر بايت، هذا الهوست بارت وهذا النتورك بارت. فهيدا الاي بيز اللي هون 10 وكذا بيطلع 172.16.0.0.22 على 22. ففي هون 10 هوتس. كم number of hots عنا؟ 2 power 10 minus 2 1022 هوتس. طيب بهالشركة عندها 5 فروع، هالشركة عندها 5 فروع، وهالخمس فروع موصولين على نفس الـ IP، على الـ ISP، على نفس الـ Internet Service Provider، على نفس الـ Ojero أو MTC أو Alpha أو whatever، مشتركين على نفس الـ ISP. لانه مشتركين على نفس الاي اس بي، هذا الاي اس بي عطيها البابليك نتورك اي بيز، اليوزر بده يوزعهم على 5 فروع. فعندنا نحن هون 1000 اي بي هو بابليك. اوكي، ما فينا نحط كلهم نتورك وحده تخليها 22 ونعملهم كلهم نتورك وحده، هذا شيء غلط، لانه هول ديفرنت ريجن، ممكن يكون ديفرنت سيتيز. اوكي، طالما نفس الاي اس بي different cities مش different country هون، او مانا different هون. اوكي، لانه same sub same ISP. فهيدا ال 22 بدنا نعمل له subnetting، نحن هون بدنا نعمل له subnetting تيتحمل هذه النتورك. فهون اجت subnetting شو يعني؟ بما انه عندنا 5 sites هون، اوكي، وبكل سايت اجباري يكون في راوتر، بكل سايت في راوتر. اوكي، الراوتر نحن بنعرف الراوتر بيربط بين اثنين لان، مينيموم بين اثنين لان، فكل راوتر له اثنين سبنت، له اثنين لان، فكل راوتر في خمسه راوترز ضرب اثنين يعني عندنا 10 سبنت، عشان هيك صار عندنا نحن 10 سبنت. وجيفن داتا انه ماكسيموم برانش فيه 40 كمبيوتر،
هو الهيد كوارتر فيه 40 كمبيوتر. ف من هذه الداتا الجيفن داتا انه عندنا 5 برانشز اوكي، نحن من 5 برانشز معناتها في عندنا 10 سبنت مينيمم 10 سبنت، لانه كل برانش بده 2 سبنت، وحده لوكالي وحده على الانترنت. اوكي الراوتر بيربط 2 سبنت مش منه سويتش. وقايلين هن بالداتا انه في 40 كمبيوتر او 40 ادرس بلارجست سبنت، وحده منهم هي اللي هي هاد كوارتر بتسع 40 اي بي ادرس. بتوزيع هون هم انا نعرف ال 22 قد ايه بدها تصير 23 24 25 26 27، فهم نعمل سبنتين على الداتا هون. كيف نحدد السبنتين؟ نجي نحن بالقلب، نمشي بالقلب، نمشي انه قد ايه ماكسيموم عدد هوست بالبرانشز، بكل برانش ماكسيموم 40. شو اول اقل اقرب رقم لل 40؟ 2 باور 5 قد ايه؟ يلا خلينا نحله سوا. 32. اوكي 2 باور 5 هو 32. فاذا جينا نحن هون قلنا 2 باور، عم نحله هلا، 2 باور 5 ايكوال 32، ما بتكفي بدنا 40 كمبيوتر، فمجبورين مجبورين هون ب 2 باور 6 صح، يلي بيساوي 64 كمبيوتر او 64 اي بي ادرس. 64 ال 40 بتغطي، 64 بتغطي 40، بس للاسف في عندنا لوس هون 24، بس ما في حل ثاني. بما انه نحن قلنا نحن هون بالديزاين انه بدنا 6 2 باور 6، يعني بدنا 6 هوست بيتس، 6 هوست بيتس. فقد ايه بيبقى للنتورك اي دي؟ اذا نقينا 6 للهوست قد ايه بيبقى للنتورك؟ اذا الهوست ايكوال 6، هذه ثبتناها خلص اول جيفن داتا 40 ادرس، لتغطي ال 40 ادرس بدك 2 باور 6 64، 2 باور 5 ما بتغطي ال 40، فمجبورين ب 6 بيتس من الرايت تبعك، 6 بيتس هن للهوست. قد ايه بيبقى للنتورك؟ بيبقى 32 ناقص 6 صح او لا؟ هي كلها 32 بت، الاي بي ادرس كله 32 بت. بما انه اول 6 على اليمين نحن اوكي، على الرايت ليست سيجنيفيكنت بيتس، 6 بيتس صاروا للهوست، فبيبقى للنتورك اللي ثابتين تحته وانز، اللي ثابت بالسبنات تحته وانز هن 26. اوكي طيب 26 شو يعني 26؟ يعني هون 255.255 اوكي .255 صرنا 24، هون صرنا 24، 8 و8 و8 24، يعني 21.21.21 هو 24. هون بدنا 2 11 و6 0 1 2 3 4 5 6. فهيدا الرقم شو بيطلع؟ هيدا الرقم 11 6 0، اذا بتجمعوه 1 2 192، يمكن 192. فصار نحن عندنا سبنت تبعنا هو سلاش 26، يلي هي سبنت تبع 255.255.255.1292 اوكي. فلما نحدد نحن هيك صار هين علينا نحدد الريجنز. اوكي طيب خلصنا توزيع سبنتين. طب كم سبنت بيساع هون؟ اذا بتشوفوها كم سبنت بيساع؟ استعنا 2 بيتس اوكي 2 بيتس كم سبنت؟ سوري من 22 نحن بلشنا فيها 22 اوكي، بلشنا فيها 22 راحت ل 26، استعملنا فعليا 4 بيتس 1111، في 4 بيتس استعملنا هون اوكي، بلشنا 22 نحن، ففي 11 تبع هايدي اللي هون و11 فتنا بالهوست الاخير بالبايت الاخير، ففي عنا 11 هون و11 هون، ففي عنا 4 بيتس، 4 بيتس كانوا بوروينج، فعملنا بورو هون 4 بيتس صح، كان 26 ناقص 22، الاربعه هي 22 26 ناقص 24. فبما انه 4 بيتس
هن استعرضناه هون. ف 2 باور 4 بيساوي 16 سب نت. اوكي، فصار عندنا بهالنتورك، بهالنتورك صار عندنا 16 سب نت وعندنا 34 هوست. اوكي، عندنا 34 هوست. اوكي، لهون في مشكله عند حدا منكم قبل ما نكفي كيف توزعوا الاي بيات؟ حنوزعهم هلا، حنوزعهم. حدا عنده اي مشكله فيه هذا؟ شباب صبايا لا فينا نكمل. بدك تيجي تفوقها. اوه راحوا. عنده 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 ريدو. طلع طلع طالعين فوق الكلام مش واضحين. تعال بتحرك. اوكي طيب، عاوزينهم هلا هو نحن عاوزينهم هلا حنقسمهم. طيب هيك اوكي، خلينا نحن عاوزين اخر اربعه. طيب اوكي، هلا بدنا نوزعهم على خمسه سبنات. اوكي، فعليا هن 10، خمسه برانشز هن 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني قبل الراوتر وبعد الراوتر، قبل الراوتر وبعد الراوتر. على طول الراوتر في اثنين سبنات بقلبه، كل راوتر بده مينيموم اثنين سبنات، مينيموم اثنين سبنات. اوكي، واضح الفكره هون. هلا كيف نوزع الاي بيات، كيف نوزع السبنات والاي بيات على هيك اكزامبل، على هيك اكزامبل حنكفيه للاخر. هذا هذا حنكفيه للاخر، مش بس هون، مش بس حنعطي هول الاي بيات، حنكفيه للاخر هذا. فشو حيصير هون عندنا؟ حيصير عندنا تيبل ثاني، حارسم تيبل ثاني. تكست اوكي، اوكي طيب، بما انه احنا بلشنا ب اي بي 172، اوكي 172.16 دوت 0 دوت 0 على 22، هيك بلشنا، هيك بلشنا، بلشنا هيك. بعدين قسمناهم ل 16 سب نت. اوكي، صار عندنا اياه على 26، صار على 26، يعني صار لانه صار 16 حولناه. بس لأفاجئكم شغله، بس شو سب نت هون، شو كان، شو كان السب نت هون؟ 255.255.2 قبل ما نعمله سبنات شو كان؟ 22255.255.2 كان هون 61، يعني 61 صح. 61 قد ايه بيساوي؟ 252.0 صح؟ هيك كان 61، برافو عليك. 61 اللي هن بالنتورك بورشن فوق، هو ال 61 اللي هون، هون بنحطهم 61 ماكسيموم. اوكي، هو اثنين الوانز فلتنين كانوا للهوست قبل، هذا بيفور، هذا بيفور. اوكي، هلا افتر صار 26 تغير، تغير. اوكي يلا، بعد في اقل من دقيقه حنظهر رجع نفوت. اوكي حنظهر رجع نفوت.